هذا طبعا الكاشات تحت بعد اذنكم. هذا طبعا وقف جمعيه عروه، مكان الجمعيه في الرياض في حي لبن تحديدا، قائمين على بنائها حاليا. السهم ب 300، سهم الشخص الفرد، الوالدين ب 800، شقه كامله، الشقه كامله ب 300 الف. والله ما ارفع صوتك ان المايك ما عاد الا نقطه. شو اسمه، وتقدر تتصدق لو كان بريال، بريالين، ثلاثة ريال، اي شيء تقدر عليه في بنك الراجحي عن طريق التطبيق، تكتب جمعيه عروه وتطلع لك على طول. يا سلام، يعطيك العافيه، شكرا نواف. اخذ كلمه استاذ سالم. سالم، الوقف معني بكفاله اليتيم، معني بكفاله الارامل، معني افلح انا يا ابو عبد الله. شكرا أفلح. شكرا يا عبد الرحمن. يا نواف، معني بكفاله المريض، كفاله الطالب، وتفريج الكره. تفضل ابو حزام. اولا نشكر سفير الوقف نواف الاكلوبي، واللي الى الان انا ما زلت يعني متاكد او شبه متاكد انه بيكون له دور كبير مع زملائه في النجوميه. نواف الى الان لم ينطلق، لكني انا متاكد انه نجم. احنا بصدد وقف الحقيقه، من الاوقاف اللي عرفها الجمهور يعني في بدايه سكريبت 2، ما زلنا متواصلين في هذا الوقف، والوقف يعني موثوق ومحوكم، ودائما فرص الخير دائما وابدا اقول اذا وافقتك فرصه الخير ابذل، ابذل، تصدق هنا، اعطي سائل، تحرك. اذا الرجل الى الان او المراه او ايا كان موظف او تاجر عنده مدخول ولا يتذكر ان فيه شيء لله من هذا المدخول، فلا يلومنا الا نفسه. من ناحيه التوفيق في الحياه، من ناحيه صلاح الابناء، من ناحيه الراحه النفسيه، من ناحيه زكاه المال وطهارته، من ناحيه بركه وقته قبل بركه ماله. راجع نفسك وحاكم نفسك. تخيل ينزل لك راتب شهريا الشهر اللي راح، في شيء لله؟ ما في. طيب وين 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 باب الصدقه؟ باب من ابواب الجنه. يا سلام. يعني هذا دائما نغفل عنه، ليش؟ لانك صعب انك تلقى لك سائل الحقيقه. الان يعني ما تلقى لك، وخصوصا معك بطاقه صراف صعبه. يحرج احيانا لو جاك السائل، لو لقيت السائل ما لقيت الفلوس تبلش. يعني فرص الصدقات محدوده الان، حتى على اقاربك، حتى لو انهم يعني في عوز تستحي احيانا الا اذا جبتها بطريقه ذكيه، والمفروض انك تعمل هذه. الان الاوقاف هذه فرصه، وانت على جوالك ارسل بنيتك، بنيه ابوك، بنيه امك، وهذه الحقيقه انها يعني فرص وباب خير. ريال، ريالين، 10 20، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فهذه الفرص دائما ابدا بالنسبه لي، اذا وافقني باب خير والله ما يتعداني، الا اذا كان ما عندي يعني جاء سائل، جاء احد، فرصه، قطه، امشي معهم، ما تدري وين الخير فيه، ما تدري وين الخير فيه. فلذلك اهيب بالجميع، البدار البدار. الوقف على فكره بيكمل وبيقفل بك ولا بغيرك، لكن خليك نصيب في مناحي الخير، والله يوفق الجميع. ابو حزام يعطيك العافيه، ذكرت نقطه حلوه، قلت انت الان ممكن يكون عندك محتاج في العائله ولا قريبك، فتستحي منه وتخجل انك تقدم له، انت ما عندك زكاتك 2 مليون ولا 200 الف، تبي تعطيه 200 الف تنفعه وتقوم حياته او تقوم معوج من امره. يا اخي انت اللي عندك كلها 200 300 ريال، لكن 200ك ومع سالم، مع فلان، مع فلان، مع فلان، تصير 300 الف في هالجمعيات المعنيه المراقبه، فتنفع ويكون لها اثر ايجابي. فاسال الله لكم التوفيق، لا تبخلوا انفسكم. عبد الله وش تقول ابو سحاب؟ انا اقول ليله جمعه واكثر من الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على كلام محمد، ولا ازيد على كلام اخواني. الصدقه فضلها عظيم جدا جدا. يعطيك العافيه ابو مفلح. والله ما ازيد على اخواني، لكن احرص عليهم، ما تقدمه اليوم تلقاه بكره امام الله سبحانه وتعالى. على قولة ابو حزام الوقف راح يكتمل وينتهي، لكن حط لك شيء فيه رصيد يبقى لك في الآخرة إن شاء الله. والله يتقبل منه. أنا أعيد وأذكركم الحديث بما معناه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، أحد الملائكة يقول اللهم أعطي كل منفق خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي كل ممسك تلفا. وينك منها؟ ما من يوم يصبح العباد صباح من بعد صلاة الفجر إلى غياب الشمس وما قبل غياب الشمس، هذا كله يوم كامل. أنا سألت فيها شيخ وقال لي هذا يعد يوم كامل، يومك إلى غياب الشمس. متى ما قمت يا أخي؟ ما تقوم الظهر؟ لا، قمت صلى الظهر وحط ما جادت في نفسك. يعطيكم العافية. ناخذ اتصال وكيلة الجمهور، خلوكم معنا. جانا نواف بن منصور.
السلام. تفضل يا نواف.